اهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقه جديده من الاطباء السبعه. ان شاء الله عم نقدر نوصل لكل بيت ونوصل معلومه طبيه زي ما بنحكي دائما لكل حد بتابعنا. رح يكون معي دانا ونغم. كيف حالكم؟ الحمد لله. انت تمام؟ انت كيفك؟ عنكم شو الاخبار؟ تمام. دانا حكت اليوم انا مجهز لكم موضوع ما حكي لكم عنه الا بس نبدا الحلقه. مفاجاه حكت لي سهل رح ندردش عنه يعني بتجربه كمان. هلا انا امبارح كنت قاعده عم بحضر موفي اسمه ليميتلس. اوكي ليميتلس. الموفي كان مبداه بيحكي يعني حبه دواء بتشربها وبيساعدك تتذكر اي شيء بدك اياه باي وقت. بالله عليك. فانا خطرت على بالي الفكره انه ليه ما نحكي عن الطرق اللي بتساعدنا انه نصير نحفظ اسرع بس بطريقه كثير بسيطه. بالذات في تبعونا ثانويه عامه او حتى مدارس يعني ضروري يعرفها. وطب طب دراسه هاي لحالها كوم ثاني. فكنت قاعده عم بجهز على الموضوع هيك ففي اكم من شيء قراته ودراسه كانوا كثير حلوين. كان في دراسه عم بحكيها دكتور الماني هو بروف عم بحكي انه عمل دراسه على الدماغ انه احنا بعد بساعه من اي شيء بنحفظه بنخسر نصه بعد نص ساعه. حلو فعلا. يعني بعد نص ساعه بتكون انت نسيت نص اللي انت حفظته. فكنت قاعده عم بقرا انه طيب كيف في يعني كيف الاشياء ممكن انها تضلها قاعده بذاكرتنا وما بننسى. وفي سؤال اصلا انتوا عندكم فكره ليه بننسى؟ يعني بس انا هلا حكيت معلومه ليه بنساها؟ الذاكره القصيره بالضبط. طبعا هاي انت دارس انت حافظ عشان بتذاكر ايام الجامعه. بالضبط. لانه في عندنا تو بارتس، في عندنا الشورت ميموري وفي عندنا اللونج تيرم ميموري. هلا احنا شو فكرتنا انه انا بدي اخلي المعلومه بدل ما تضلها بالشورت ميموري تنتقل لللونج. ففي طرق انه كيف مثلا ممكن اني احفظ. هي احنا درسناها يعني بالجامعه مثلا ممكن انت تربط مثلا انت بتربط الاشي. في ناس بيربطوه بشيء نظر يعني بيشوفوا لازم الوان او يشوفوا شكل فيديو ولا هي. في ناس بيكتبوا اظن انت مره حكيت لي بكتب. بحب اكتب. كنت تكتب. انا مثلا شخصيا لا لنظري ولا الالوان. انا كنت اربط فيروز بس اسمعها هي سماعي انا كنت سماعي يعني في فيديو لي وفي كمان اوديتوري. صح انت اوديتوري انا سماعي. هلا في طرق هلا بنحكي عنهم هلا. بس في مثلا واحده من الاشياء انه اول ما بتحفظ المعلومه ممكن تعمل فور ريبيتيشنز. اوكي اربع مرات بنكرر. هلا اول مره بتكررها بعد تقريبا دقيقه. أوكي. تاني مره بتكرر بعد ربع ساعه لثلث ساعه، وثالث مره بتكرر بعد تقريبا 8 ساعات، واخر شيء بتكررها 24. صح هيك بتنتقل لللونج. هلا او اذا في شيء كثير مهم احنا بدنا نركز انه يضل موجود بالذاكره، اخر شيء بعيده بعد تقريبا يعني 3 شهور برجع بعيد المعلومه. عشان هيك مرات كثير احنا بنتزمر شوي انه ليه المناهج بتنعاد، بس هو فعليا لانه في معلومات اساسيه لازم تضلها نتذكرها. هلا وفي نقطه ثانيه حكيتوها انه كيف مرات انه في ناس مثلا بتحفظ على السمع، في ناس تحفظ على اللعب بس تشوف. في وحده من الطرق انه بس بدك تكون تدرس او تسمع اي شيء ريكوردت. ليه؟ لانه اول شيء انت عم تقراه فبتكون قراته حفظته بعيونك، بعدين حكيته فبتكون اكدته بدماغك، بعدين رجعت سمعته. فبهدول الثلاث طرق كثير بتزيد. هلا في هون شبيه لإشي انا بدي احكي عنه وانا بدرس بعرفش نغم بتعرف الطب عالم الطب صعب. هلا بالذات للناس اللي كتبهم كبيره دانا حاول انك ما قد ما تقدر انك تلخص من الشيء اللي انت بتشوفه لخص منه. صح يعني اذا كانت مثلا الباراجراف طويل خلاص طلع الشيء اللي بدك تفهمه من الاخر وركز عليه. وكمان شيء حكيتيها انت انك تعيد. هلا انا دائما شو بعمل مثلا خلصت اول اربع او خمس صفحات او مثلا اول تشابتر ما بختفي عنه بعد شهر برجع له. بعد احنا بندوس قبل شهر كنا مرات بس انا ما بختفي ما بختفي عنه اسبوع بعد يومين برجع بطلع عليه لانه اذا رجعت اختفيت عنه مع انك حافظه زي اسمك ورجعت له بنتسى تماما ناسي. فخلي بالك انك ترجع تطلع عليه بما انك انت تخصصك عيون. قديش قديش البصري قديش محلها بالدماغ مركز هالعين بالدماغ قد ايه كبير؟ كثير كثير مهم. انا بتذكر هلا الرسمه كانوا رسمين لنا اياها اللي هي الاطراف والعين والمناخ. مكان العين قد ايه كبير بالدماغ؟ كثير مهم. فربط الاشي بالشوف طبعًا. يعني انت لما تكتب او انك تربطه باشي او كذا بتشوفه قد ايه مهم انك اغلبية تحفظ. الناس بحفظوا بعيونهم. انت اول اشي بتشوفيه بعيونك فبيحفظ دايركت. هذا هلا في نقطه ثانيه كمان حلوه انه لما بتكون قاعد عم تتعلم لغه جديده كيف بدك تحفظ؟ بتحفظ الأوبوزيت. يعني مثلا حفظت داي بحفظ نايت، حفظت جود بحفظ باد. فبحفظ الكونتراست. هذا الإشي كتير بيساعدني إني بس أرجع أتذكر. كتير مهم كمان دانا على موضوع اللغة بالذات حفظ اللغة وتعلم اللغة. بحكي لك أنت ما مارستيها تمام. هلأ أنت رح تنسي فيها كتير بس غبتي عنها مثلا سنين، بقولك بس ترجعي تمارسيها بتتذكري كل إشي على طول. لأنه هذا إشي مهم إنه الناس تعرفه إنه مش معناته إنه أنا نسيتها خلص نسيتها راحت. هي موجودة بس بدك أشياء إنك أنت تعمل ريفرش للميموري تبعتك.
موضوع الاكل او المشروبات مثلا، شو بتتوقعوا مثلا دورها بالدراسه؟ بتحسوها مهمه؟ يعني انا مثلا بدنا الحبه هاي تبعت المتل. الحبه هاي بدي اخترعها انا. لا صراحه بحس مثلا في ناس بروح في ناس بروح لمشروبات الطاقه مثلا وبيشربوا منها كثير خلال فتره الدراسه، ما بيعرفوا اثرها وضررها الكبير على الصحه. طبعا فيعني انا بنصح كل حدا انه بدك تشرب ما تشرب مشروبات. وغير هيك اقول لك شو مشكلتها معتصم، هي ممكن تساعد بنسبه كثير قليله، مش قد ما هم بيفكروا. لا لفتره كثير قصيره، فهو فعليا رح يكون يعني مثلا طلاب التوجيهي بيروح على الامتحان هو ناسي بعدين، بقول لك انه نسيتها مش قادر اتذكرها، لانه هو بفكر انه بيعتمد على الكافيين على مشروبات الطاقه. الكافيين مش غلط بتصحي لانها اخر بالاول اخر مره، ولكن بكميات منطقيه ومعقوله. يعني انا ما عندي اشرب كافيين صراحه، ولكن بكميات معقوله ومنطقيه، مش اكثر مثلا من 3 4 فنجين توتالي باليوم قهوه مثلا تركيه. فيعني هاي ممكن هتساعدك انك تصحى. حتى في نقطه كثير مهمه، انه لاي حدا عم بدرس توجيهي طيب اي شيء، ما نحفظ هذا مبدا، انه بس احفظ غلط كثير. لازم بالاول كل شيء حفظ فعلا لازم يتغير. هو احنا بدنا نحفظ بس نفهم اللي عم بحفظه، لانه وين ونحفظ بالضبط وين بتصير المشكله، انه لما بدون ما افهم اذا بنسى بارت ما بقدر اكمل. صح صح. فلا بفهم تمام، تركز المعلومه وخلص تمام. واخر شيء بدي احكي، حاولوا انكم تربطوا الشيء اللي حكوه بالضبط مع فيديوز، افتحوا يوتيوب مثلا او اي شانل، اقراوا عن شيء وشوفوا شيء ريليتد للشيء اللي بتعملوه. فهذا كثير حيساعدكم بالذات بمجالنا الطبي، وكنت اشوف قديش لما نفتح يوتيوب كنا كثير يساعدنا ويرسخ اكثر. شكرا كثير نغم ودانا، ان شاء الله يكون استفادوا كل حدا بتابعنا وبده يحفظ ويدرس. احفظوا هاي الحلقه منيح ما تنسوها. واستنوا احضروني كمان 10 سنين بدي اكون اخترعت هاي تبعت لمتلس. خلي الحلقه هاي باللونج تيرم ميموري مش الشورت تيرم. بشوفكم ان شاء الله بالفقرات الثانيه، خليكم معنا ضمن اطباء السبع.